أحبابنا في كل مكان، عشاق هذا الوطن الغالي، عشاق ترابه، عشاق بحره. الكلمات تتزاحم على اللسان عندما يريد أي إنسان أن يتحدث عن الوطن. فالوطن الأم، هذا الوطن المعطاء، هذه الأم الغالية، لن يستطيع أي أحد منا أن يفيها حقها من الكلام. في سارتنا هذه سنتحدث عن لون من ألوان الغناء، اللون الوطني، اللون الذي يثير الحماسة في النفوس، اللون الذي يشعل جميع الكويتيين ويدفعهم للمزيد من العطاء للوطن من أجل الكويت. الأغنية الوطنية عموما تهدف إلى شيء، رفع الحماسة لدى متلقي هذه الأغنية، والحالة الثانية تهدف إلى تعبير عن السرور والفرح اللي يعيشها متلقي هذا الأغنية أو اللي يعيشها المواطن في هذا البلد. أيضا الأغنية الوطنية الكويتية عاشت الشيء ذاته. هناك بعض الأزمات اللي مرت بها الكويت أدت إلى وجود الأغنية الحماسية. إذن الأغنية ذات الإيقاع السريع موجودة لدينا من قبل، الأغنية الحماسية أيضا وجدت لدينا عندما مرت بالكويت بعض العواصف، كذلك عندما مر الثاني من أغسطس وما بعده أدى ذلك إلى وجود أغنية حماسية ومفردات غاضبة في الأغنية الكويتية، تماما تعايش الواقع الأليم الذي عاشته الكويت. عزيز المشاهد، ايضا معنا الفنان محمد بلوشي، عساك على القوه محمد. الله يقويك، وعطائك دائما متميز خصوصا في الاغنيات الوطنيه. تسلم والله، طبعا هذا من جهد الكتاب الكلمه وجهد الملحنين الموجودين في دوله الكويت وحبهم وعطائهم لهذه الارض الطيبه المعطاء. محمد، كل سنة تشارك طبعا في عمل وطني، هالسنة هل مشاركتك مختلفة؟ والله مشترك مع في أوبريت، مو أوبريت يعني مثل ما تقول كل مطرب يغني لوحة، ومعي الأستاذ عبدالله رويشد والأستاذ سليمان الملا والفنان فيصل السعد، من ضمنهم أنا راح أشارك في اللوحة من كلمات البندر ومن ألحان بندر عبد الله. بندر عبيد. نعم محمد، دائما الإنسان وهو يؤدي الأغنية مطلوب منه مشاعر معينة، فالأغنية الوطنية وأنت تؤديها أمام الكاميرا أو خلف الميكروفون في الاستوديو أثناء التسجيل، هل تطلب منك مشاعر معينة؟ طبعا مشاعر بتكون صادقة وحساسة، طبعا إذا كان اللحن أنا ملحنة مثلا، نعم. عارف شلون، وعايش ظروف المحنة يعني، عارف شلون يعني، أنا ما أدري، يمكن أكثر أغلب الأغاني اللي أنا قدمتها يمكن في أيام الغزو، وكل الأغاني هذه يعني بصراحة يعني أفتخر فيها وأعتز فيها ولازلت أحبها يعني بصراحة، وكلها طالعة صادقة يعني وبإحساسي وبعطائي كله يعني بصراحة. نعم، الأغنية لها دور إعلامي كبير أخوي محمد، فهل وأنت تنتقي الأغنية تتأمل كلماتها، أم أن كل كلمات وطنية بحد ذاتها ممكن أنك تغنيها، ولا في كلمات معينة ستختارها؟ والله في كلمات اللي أحس فيها أنه يعني فيها موضوع، فيها قصة تروي يعني حكاية مثلا عن البلد أو موقف مثلا عن الأسير أو عن الشهيد أو عن المقاومة، طبعا هاي بيشدني
يعني نعم. ان اعمل شيء بحس ان انا من ضمن، احط نفسي في مكان الاسير او في مكان الشهيد، او فاحس يعني ان انا موجود معاهم ويطلع معي اللحن والغنى. عموما كل الشكر للفنان محمد بلوشي، ونتمنى لك مزيد من العطاء لهذا البلد الحبيب ومزيد من التميز أيضا، وعساك على القوة مرة ثانية. تسلم، مشكور. وقت الشدايد فعلها دايم لها في بيرق العز نشان، دايم لها في بيرق العز نشان. يرخص لها غالي لثمان.